وصل طارق تيسودالي مسلسل تعلقه رفقة جانيت، حيث قاده للانتصار على ضيفه أودلوفين بخماسية نظيفة لحساب الجولة 34 من الدوري البلجيكي. تمكن تيسودالي من طرق مرمى الضيوف في ثلاث مناسبات، أولها في الدقيقة 48 وثانيهما في الدقيقة 83 قبل أن يضيف الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة. حمل الهدفان المتبقيان من المباراة التي أجريت على ملعب جيلامكو أرينا توقيع جوليان ديسارت في الدقيقة 42 ثم أندرو هوساغير في الدقيقة 86 وبثلاثيات اليوم. رفع طارق تيسودالي حصيلته التهديفية ل 19 هدف في الدوري المحلي محتلا المركز الرابع في قائمة الهدافين بفارق 5 أهداف عن المتصدر دينيز أونديف. وارتقى جانيت بانتصاره للمرتبة الخامسة في جدول ترتيب الدوري البلجيكي برصيد 62 نقطة بفارق 13 نقطة عن سان جيرواز المتصدر، بينما تجمدت حصيلة أودلوفين عند النقطة 38 في المركز 11. وقد كشف سابقا المغربي طارق تيسودالي مهاجم جانيت البلجيكي عن إثارته لاهتمام مجموعة من الأندية في أوروبا، لافتا إلى أنه سينتظر اطلاعه من طرف ناديه على المشروع الرياضي لهذا الأخير قبل حسم قراره بالبقاء أو الرحيل في الميركاتو الصيفي القادم. قال تيسودالي في تصريحه لصحيفة إتلاتس نيوز: هناك اهتمام بالغ من بلجيكا وكذلك في الخارج، من المهم الآن معرفة مشروع جانيت، هل يريد النادي بناء فريق قوي أو اعتماد سياسة التقشف؟ أود وضوحا كبيرا قبل اتخاذ القرار حول مستقبلي. وأضاف: لقد أصبحت لاعبا مهما في النادي واشتغلت بجد وبشكل مضني لأصل إلى هذه المرحلة، لذلك أريد بعض الاعتراف المتمثل في أن أكون لاعبا مفتاحيا. إذا وجد جانيت شيئا جيدا، يقصد عرضا جيدا، فإنني منفتح للتفاوض، أنتظر ما سيفعله النادي. ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 29 سنة بعقد يمتد لصيف سنة 2023 مع ناديه جانيت، والذي انضم إليه بداية العام الماضي قادما من مواطنه بيرسكوت بقيمة مالية لا تتجاوز 750 ألف يورو. سجل المهاجم المغربي هذا الموسم 22 هدفا فضلا عن 8 تمريرات حاسمة، إضافة إلى تألقه في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب الوطني بإحراز هدفين في مواجهتي الذهاب والإياب أمام الكونغو الديمقراطي.